صباح الخير جميعاً. أوه، أين نحن؟ فعلاً أين؟ غريب، لا أتذكر أننا نمنا خلف القضبان. انظري، هناك مجموعة كاملة من الأقفال الملونة. ربما ستساعدنا هذه الحبال على الخروج. لن نستطيع الوصول، لذلك علينا سحبها. أوه، الآن أنت بنية. أتمنى أن تكون هذه الشوكولاتة فقط. فو، أنا الآن كلي بهذه الكتلة البنية اللزجة. أوه، إنها حقاً شوكولاتة. اتضح أنني محظوظة. إذن لدي أيضاً لذاذة. لا، هذه ديدان مقززة. أبعدهم عني. فو. أوه، آني، ها هو المفتاح. دعنا نفتح القفل الأول. أوه، سأغسل نفسي من الشوكولاتة لفترة طويلة. نجحنا، القفل الأول مفتوح. بقي ستة. وها هو التحدي الجديد لدينا. بعد الديدان أنا خائفة. ابدأي آني. أنا متأكدة من أنني سأكون محظوظة مجدداً. فو، مقرف. وكأنني أشرب عصير أسماك. ميلا، من الأفضل أن تبدأي أنت. حسناً، سنكتشف الآن. إنه عصير بطيخ. طازج ولذيذ جداً. شربت كل شيء ولم أرى المفتاح. آسفة آني، عليك أن تشربي هذا القرف. لماذا لدي هذا العقاب؟ أوه، هناك أيضاً أسماك صغيرة بالداخل. لا تقلقي، كل شيء سيكون بخير. حسناً، أين المفتاح؟ أوه، هل هذا هو؟ أخيراً، لنركض بسرعة لنفتح القفل الثاني. إذن ها هو. هاي، تقدمنا خطوة أخرى للخروج. لكن من السابق لأوانه الاسترخاء، حان الوقت للتحدي القادم. أوه، هذه الخزنة الصفراء الزاهية ملكي. الأصفر هو لوني المفضل. واو، هذا رائع، دب عملاق من المارميلاد. كم هو جيد أن أحصل على هذه الحلوى اللذيذة. أوه نعم، شهي. لا ميلا، لا تفكري في الأمر، لن أشاركك. حسناً يا بخيلة، لست بحاجة لك. لأن لدي كاميرا جديدة وإنها شوكولاتية. واو، إنها ليست فقط شوكولاتية بل أيضاً سحرية. كل ما تصوره يصبح شوكولاتي. يس. لنرى ماذا يوجد في الخزنة الأخيرة. فو، أرجل الدجاج المقرفة، من يأكلهم على أي حال؟ لكن لا بأس، لدي خطة رائعة. لماذا لا ألتقط صورة لهم؟ أوه ميلا، أنت عبقرية. الآن لدينا جبل كامل من أقدام الدجاج الشوكولاتية. حلم. أوه، لذيذ، ببساطة شوكولاتة مذهلة. سوف أكل هذه الشوكولاتة لبقية حياتي، حتى لو كانوا أقدام الدجاج، فقط إذا كانوا شوكولاتين. لذيذ. أي؟ إنه المفتاح. نحن نقترب خطوة أخرى من الحرية. وداعاً أيها القفل الأصفر، لنكمل الآن. أوه، لنذهب إلى التحدي الجديد. هذه المرة مجدداً شيء غامض ومخيف. 1، 2، 3، 4، 5. ميلا، تبدأ مجدداً. هكذا قررت القرعة. هناك شيء يحدث. غريب، لا أفهم ما هو. شيء لين ويمكن تدميره. لكن أين المفتاح الغبي؟ لقد بحثت في كل مكان. أين؟ أمسكت شيء. ها هو، لنسرع، هيا. سيطير قفلاً آخر من هذه القضبان. ولكن كيف نفتح القفل بقطعة من الورق؟ أوه، هذا ليس مفتاح، إنه رمز. نحتاج فقط إلى إدخاله بالقفل. واو، كيف لم أفكر في ذلك من قبل؟ جاهز؟ باقي ثلاثة ونحن أحرار. ميلا، ساعديني، رأسي علق بين القضبان. شكراً. وهنا التحدي التالي. ما
المشروبات مرة أخرى؟ هذه المرة سنفعلها معاً. حصلت على المقرف. ولدي مخفوق حليب بالفراولة، لذيذ. سأشرب هذا طوال حياتي. لدي ماء بالثوم وهو فقط مقرف. أشعر كم هو مقرف فعلاً. لماذا في وجهي؟ مقزز. أوه نعم. بالمناسبة لا يوجد عندي مفتاح، لذلك عليك شرب مشروبك السيء. أنا لا أملك القدرة لشرب هذا الشيء المرعب. فكرة. لماذا يجب أن أعاني إذا كان لدي كاميرا شوكولاتية؟ سأستخدمها وأحول عصير الثوم السيء إلى شوكولاتة لذيذة. يبدو أنني أختنق بالمفتاح. اضربيني على ظهري. بالضبط، إنه المفتاح. دعنا نفتح القفل الخامس. أنا أتطلع بالفعل إلى مغادرة هذا المكان. من الجيد، لم يتبقى سوى القليل. نعم ميلا، أحسنت صنعاً. الوقت حان الآن لرقصة النصر. سنرقص لاحقاً. حان الوقت الآن للدخول للصندوق. سنقرر باستخدام القرعة. حجر ورق مقص. حسناً، لماذا أخسر دائماً هذه اللعبة الغبية؟ علي حقاً أن أدخل يدي. هناك شيء غريب جداً في الداخل. أتساءل ما هو؟ إنه يتحرك. سأرى. لا، إنها ديدان. ساعدوني. اهدئي، لدي خطة. ثانية واحدة وكل الديدان ستصبح شوكولاتية. شكرا على المساعدة. كم هذا الشهي؟ نعم لذيذ. إذا هل أنت مستعدة لتناول وجبة أخرى من الديدان؟ إذا أمسك الكاميرا. صورة واحدة ولدينا الكثير من الديدان. كم هذا لذيذ. الآن حان الوقت للحصول على المفتاح. وها هو. ليست هناك حاجة لالتقاط صورة. لا، علينا فتح القفل. هذه المرة أيضا رمز. هاي. تبقى فقط القفل الأخير. أعتقد أننا سننجح. أوهو، شيء جديد هذه المرة. أتساءل ماذا وراء هذا الباب؟ مقرف آني. هل رأيت هذا؟ هذا فقط مقزز. أغلق الباب بسرعة. ميلا، أنت لا تبدين بأحسن حال. الآن افتحي أنت هذا الباب الغبي. اهدئي اهدئي، لم يكن لديك المفتاح. أيضا سأحصل عليه. هل تمزحون معي؟ من أين تحضرون هذه الأشياء السيئة؟ هذا بيض نيء. الكثير منه. وبدون مفتاح، ماذا سنفعل؟ انظري، هناك باب آخر في الأسفل. لنفتحه ونرى. مرحى، ها هو المفتاح. مفتاحنا للحرية. لنذهب بسرعة لفتح القفل الأخير. مرحى، أخيراً نحن أحرار. فعلناها. اشتركوا على بارارا، بعد ذلك لن تفوتوا هذه التحديات المضحكة والأصلية والفكاهية. الآتي أجمل. وداعاً.